السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير يا جماعة. بقدم لكم أسعار الدولار في العراق اليوم السبت الموافق 2 نوفمبر 2019. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا 5 حاجات: لايك وسبسكرايب مع تفعيل خاصية الجرس والشير، والاهم من ده كله ان احنا نعمل كومنت برأينا في الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.